ويا ولدي شنو سميتك؟ محمود. شنو القصة ديالك؟ شنو كيخليك فحال هكا تبقى حتى الليل وتبقى تشمكر؟ على الوالد والوالدة. ممكن تعاود لنا القصة ديالك؟ واخا. دابا راه الوالد زايزون وما كيسمعش وما كيدويش، والوالدة حتى هي ما كتسمعش وما كتدويش. مطلقين، الوالد ماشي لكازا، مجوج بواحد مرة أخرى، كيجيب لينا في الشهر 10,000 ريال و 1,000 ريال باش نكسير علينا، وراه مفروقين. وهادي أنا خرجت البلية وداك الشيء، كانوا كيربطوني في صغري، كانوش كيخلوني نخرج، كانوا كيعطوني العصا وداك الشيء. وكبر شوف خرجت البلية وداك الشيء. شحال عندك من عام؟ عندي 13. وكتشوف 13 عام انت باقي صغير على البلية. كاين شي ولكن علاش مشيتي لها؟ الظروف اخو، هنا في مدينة جديدة كاينين دراري قدك مبليين. كاينين بزاف. كيعيشوا؟ راه كينعسوا على الكرطون وكينعسوا على شحال من حاجة، كينعسوا في الخرابي وهادي، هربانين من ديارهم على قبل والديهم وداك الشيء. قلت لك بغيو يغتصبك شي واحد ولا حضرتي لهم انت؟ تعاود لي القصة. ما حاضرش ليها ولا شفتيها؟ سامع. واحد الدري كان ناعس في واحد النهار، واحد الخربة كبير شوية ناعس، دخل لي واحد الدري أجبد عليه موز، قال لي غتنصل سروالك ولا غنضربك ولا هادي. الدري تخلع مسكين، نصل سروال شدو مسكين اختعصب. شنو هو دابا الحل؟ انت يلاه عندك 13 عام ومازال تابعك المستقبل، شنو هو الحل دابا؟ غادي تبقى فحال هكا مبلي وعايش في الزنقة؟ لا. شنو غدير؟ نجمع راسي وندخل المدرسة وشحال من حاجة. انت ما كتقراش؟ لا. امتى خرجتي من القرا؟ خرجت من 2015. 2015 وانت في الزنقة؟ وماماك فين ساكنة؟ ساكنة في درب غلف. كل نهار كنمشي نطلع عليهم هادي اللعيبات، وكنجي كنباش مع الدري. عندك خوتك؟ عندي خويا صغير. فين كتبيع الدار؟ انايا كنباش مع دري في دارهم. في دارهم ولا في الزنقة؟ لا في دارهم. كتباش في الزنقة؟ لا، بعد مرات كنباش في الزنقة، لما ما بتش على الدري كنباش في الزنقة. دابا انت باقي صغير، شنو كطالب؟ شنو هو الحلم ديالك؟ انا الحلم ديالي نكبر نتزوج وندير وليدات ونعاون والديا باش يوليو يسمعوا ويدوا. ولكن يمكنش لك غدير هادشي كاع كامل وانت غتبقى بحال هكا تابع البليه ومازال صغير. شنو غادي دير دابا؟ غنحيد بمره. يلا كنا كندوو على شحال هادي، كنت كنقول للدراري غنحيد البليه وهادي، بشويه بشويه بديت كنحيد فيها بشويه بشويه. شنو هي الرساله ديالك للدراري مازال صغار كيخرجين من ديورهم كيباتوا في الزنقه؟ انا الرساله ديالي انا راه بغيتهم يجمعوا ريوسهم ويمشيو لديورهم ويعاونوا والديهم، هادشي اللي بغيت ليه. صافي شكرا. شنو هو الاسم ديالك؟ رضا. شحال عندك منها؟ 16 عام. شنو يخلاك تخرج الزنقه وانت باقي صغير وتشمكر؟ خويا ما كاينش الله فوقك اخويا، راه الظروف. شنو نقول لك؟ الظروف خو. شنو هما الظروف اللي عندك اللي خلاتك بحال هكا؟ الظروف هو يدي هو يدي. يمكن لك تحيد يدك، يمكن لك تحيد يدك تعاود لينا شنو هما الظروف اللي عندك؟ يدي ما سمعوش. عاود لينا لوالديك مالا؟ كنقول لك والدي ما سبب كل شيء ماشي. ومالك انت شنو معاكم؟ شنو اللي خرجني الزنقة؟ عندي خوشي كبار عندي، خاصني نخدم عليهم. وكنت تخدم عليهم بحال هكا وانت خارج كتشمكر؟ ماشي شفار. وشنو كدير دابا انت فاش خدام؟ اقول ماشي شفار. ما خدام والو. انت دابا فين كتنعس بالليل؟ فين؟ الصندوق. دابا انت باقي صغير وكنتي ناعس بالليل، بغى شي واحد يعني يغتصبك ولا شي واحد تحرش بك؟ كاينه قوتك ناشط ناحية خونا الدري يقول لك شد نصحة، قال لي ندي كنسكرك هادي بوك العيباش فلوس. قلت لي صعب كان علاه نيشي انا مبغيش انا مبعد باليش داك الشيء. مشيش مريح راسي دا قد قد ولد وانا مشي بحال مريح وحال قوم خلق اول وشد نصح وديت الشريفو زعب الدار. داك الشيء بدا كيقول لهم ولدك وهادي وديت الشريفو وانا سكران انا فيش كنقول له. دابا انت باقي صغير، شنو هو الحلم ديالك ملي تكبر؟ الحلم ديالي اخويا بعد من البلع لاعب برا وزول، من نولي شي لاعب انا مكنش تسالش عليا الله. نقولي شي حاجه كنقاش بنادم فهم شي انا المغرب ماشي صافي شكرا ان شاء الله ليا فراسك الله يبعدك بعد من هادشي. صافي صافي.